حقيقة أنا كمسؤول في كازا أنفا، كمرشح في كازا أنفا، كبرلماني ديال كازا أنفا، اليوم كنحتفلوا بالذكرى 68 عيد الاستقلال ديال بلادنا الحبيبة من طنجة القويرة، مع الخطاب ديال سيدنا اللي كان سابقا كيعطي الأولوية للعمل الجاد والخلوق والجدية، وبغينا احنا في هذا المنطلق وهذا الخطاب الأخير ديال سيدنا ننطلقوا منه ناخذوا يعني الجدية ونشتغلوا على أوراش كبيرة، وخاصة المغرب مقبل على تنظيم كوب أفريقيا 2025 وكذلك كأس العالم 2030، وهذه مناسبة كتجار كرئيس غرفة ديال الدار البيضاء سطات نعطيو الأسبقية للشباب ديالنا ولحاملين الشواهد وكذلك المشاريع اللي تخرج للوجود ديال اللي حاملينها الشباب ديالنا اللي هما عندهم تجربة، وحنا كنواكبوهم في التكوين وكذلك في القروض وكنعاونوهم باش يخلقوا شركات ديالهم. المغرب ان شاء الله مقبل على ورش كبير اللي غادي يكون في المستقبل من طنجة القويرة، وهذا العيد اللي حنا كنحتفلوا به في عملة أنفا مع السيد العامل فهو ديما كيشرفنا، كنكونوا تحت الرعاية السامية لجلالة الملك وحنا مجندين لهذا الوطن لخدمته. بمناسبة عيد الاستقلال المجيد حنا كنا سعداء وفرحانين بتحية العلم اللي درناه على مستوى الولاية وعلى مستوى العمالة بحضور طبعا السيد الوالي والسيد العامل ديال عمالة مقاطعات أنفا. هذا شرف لنا وهذا شرف كبير أننا نكون كنمثلوا المنتخبين في مقاطعة سي دبليو دو في عمالة أنفا. كنتمنى إذا الشعب المغربي إذا التألق والنجاح ونزيدوا القدام مازال والتطور والانفتاح على البلدان الأخرى والسلام، السلام والصحة. وكنوجهوا برقية الطاعة والولاء لصاحب الجلالة محمد السادس نصره الله وكافة العائلة العلوية، وعمر مديد وصحة وسلامة إن شاء الله.